قررت السلطات البريطانية تخفيض فترة العزل الذاتي للأشخاص الذين تثبت إصابتهم بكورونا إلى 5 أيام بدلا من 7. وأكد وزير الصحة ساجد جاويد أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن معدل دخول المستشفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد بدأ في التباطؤ، مضيفا أن البيانات الرسمية تشير إلى أن 1/3 الأشخاص لا يصبحوا معديين بعد ثبوت إصابتهم بكوفيد. With this in mind, we've been reviewing.